مساكم الله بالخير يا جماعة. أمس كانت عندنا حلقة جميلة جدا، واليوم إن شاء الله في نفس المستوى إذا مو أحسن. عندنا أخذكم أم أحمد تبي تسوي لكم خبز فرنسي باجيت. باجيت بإذن الله. إيش باجيتي؟ ما باجيتي شيء. ما باجيت شيء. وأنا صراحة من أمس لليوم أفكر ودي أسوي حسب ما قالت ماماتي. ماماتي هاي نكنيم في تويتر. قالت تبي نسوي لها حمسة فقع مع لحم. دورت فقع سبحان الله كل يوم، ها كل يوم أشوفهم وصافطين بالوينيتات وكذي مني، بس اليوم كان عندي حوسه. دورت ما لقيت، فتعذروني وتعذرني ماماتي، ها أنا راح أسوي برياني التكة. أنا خلقه أنا طابخ الحمى جدا، ما طبختها لأنها تأخذ وقت طويل، يعني تأخذ لها ساعة على ما تستوي، ساعة لنا شوف صغار. أوكي. وبسوي لكم برياني إن شاء الله بالأسبوع الجاي بإذن الله. ماماتي لا تزعلين، بسوي لك حمسة الفقع مع اللحم بإذن الله. تفضل أختي محمد. دام فضلك. السلام عليكم، حياكم الله في سفرتنا الجديدة. واليوم بعد شيء جديد، مثل ما وعدتكم أمس أو وعدناكم إحنا الاثنين في أن نسوي عينة الباجيت، اللي أول ما تدخلون مركز سلطان ولا المخابز الكبيرة تدورون هدوارة، فأنا بعلمكم إياها تسوونها في البيت حتى لا ياكم بضيوفكم. تسوونها خبز بالثوم، خبز بالجبنة، بالزيتون بالزعتر. فأول ما نبتدي أقول لكم مقاديرها. مقاديرها الله يسلمكم. بالنسبة للطحين ما في قياس معين، بس أنا بحاول أقربها كثر ما أقدر. أقول لكم مقدارين أو كوبين من الطحين الأسمر عليه كوب من الطحين الأبيض. بس أول الباجيت وأهم شيء في البروتشن والباجيت والخبز الفرنسي إنه نخمر الخميرة. تخمر الخميرة، يا ريت تشوفونها شلون الخميرة خمرانة. الخميرة هذه أهم شغل في الباجيت أو بالخبز. أهم مرحلة. أي أهم مرحلة، وناس يحطونها لثاني يوم بعد. أنا قبل بساعة سويتها. هي عبارة عن قفشة كبيرة خميرة، وقفشة وسط ملح، قفشة كبيرة خميرة، قفشة وسط ملح، نص قلاس ماي، ونص قلاس طحين أسمر. هذه اسمها التخميرة مالت الخبز. طبعا هي مخمرة، راح أحطها في البداية لأن أنا عندي مخمرة. هذه اللي هي قلاس ماي ونص قلاس طحين، قلاس ماي ونص قلاس طحين، قفشة كبيرة خميرة، وقفشة وسط ملح، وقفشة كبيرة مالت الأكل الشكر. أوكي. ممكن قفشة لو سمحت أبو سعد. خشب عادي. اي انزل كل الخميرة اللي تخمرت. انا عندي السباتولا. خليني اساعدك. اوكي كذي خلصنا. الحين عندي طحين اسمر اللي هو كامل الحنطة، الطحين الكامل اللي مكتوب عليه كامل، وعندي النخالة مالته، وعندي الطحين الأبيض. طبعا أنا هني عندنا الشكر وعندنا الخميرة، بس هذه الخميرة راح أحطها بعدين. عندي قفشة بيكن بودر راح أحطها بعدين، بعد شوي وأنا أشتغل راح أعلمكم المقادير كاملة. أول شيء حطينا هني مثل ما قلنا نص قلاس طحين أسمر، راح أرد أحط بعد قلاس طحين ثاني أسمر. راح أحط طحين ثاني أسمر، راح يصير عندنا كم؟ قلاس ونص بالضبط، قلاس ونص، كوب ونص أسمر. هذا كمل كوب ونص، وبعد نص يصير كوبين، صح؟ مساعد؟ نعم. صار كوبين ونص أسمر. أرد أضيف نص أبيض. أبيض. وابتدي احرك. انا حطيت نص ملعقه صغيره ملح، بس ابو سعد قال لي زيد الملح. راح نزيد، يقول لي احلى، لان فعلا لما ذوقني الخبزه الجاهزه لقيت الملح لما يطلع قاصر تبين حلاوتها. تبين حلاوتها بالضبط. الحين اسويها
قبل لا اسويها مثل ما قلت لكم عندنا هني بيكن بودر، راح ناخذ قفشه صغيره، واللي عنده خبز اللي يسمونه محسن العجين، محسن الخبز ايه اي افضل، هو نفس الشيء يعني بس يعطي افضل طبعا، بس يعطيكم نفس القفشه مقاس، هذه مقاس القفشه الصغيره الوسط ايه؟ اللي هي مالت الشكر عندنا ايه ايه. اوكي، والقفشه العوده راح احط خميره ثانيه، انا حطيت بالتخميره وراح احط ثانيه بالعيان، متعينين نحط الخميره اي، هذه الاشياء وايد ضروريه ابو سعد. نعم انزين، نحط شويه ماي، عندك الماي يمك، نص كلاس ماي، نحركه، هذا نص كلاس ماي احركه، اللي هو عباره عن يا محسن عجين يا اما بيكن بودر القفشه الوسط مع قفشه كبيره مالت الاكل اللي هي هذه، واللي عنده ميجر اكبر حجم في الميجر، ارد اكتهم على عينتنا، ونرد نضيف طحين اسمر كثر ما تاخذ عينتنا، لا تحاتون لان هذه ما فيها الا شكر وملح، فمهما تزيد العينه او الطحين ماكو اشكاليه، انا احاول ازيد لحد ما تصير العينه عندكم شنو ابو سعد؟ مل؟ مليسة تصير ملسة، اوكي؟ نزود شوية طحين ابيض، ارد اقول لكم المقادير على ما تنعين، كذي نعم. عينتي اوكي خلصت، طبعا مثل ما قلت لكم حطيت الملح، بضيف الملح، لا ضفنا احنا بالخميرة صح؟ انا ما انتبهت والله يمكن بلا لا. انت لما ضفت لي بالخميرة اي انا ضفت لك اي انا ضفت هني ام احمد لا لا هذه خالصة اي اي ضفت هني اي اوكي نضيف شوية خميرة احنا الملح حطينا نص قفشة صغيرة والحين بحط بعد قفشة صغيرة وبحط من المنكهات اللي انا بحطها روزماري روزماري هذا طحنته اللي هو كاهو تلقونه بالجمعيات هذا اصله ايه هذا اصله ناشف طبعا انا خذيت قفشه الكبيره راح احطها روزماري وترى على فكره عندهم اختيار ينكون باللي طبعا يبون. اي يبون زعتر ايه؟ تبون زيتون تبون زيتون مهروس زيتون مهروس ثوم ناعم كله حلو تبون ايضا طماطم جفف سندراي توميتو كل جميل كل هالاشياء نعم. تمشي مع الصمامين نعم. فانا عينها تبيلها العيان من 10 دقائق الى 15 دقيقه لسبب واحد لازم اول شيء تفتش من العجانه او اذا عينتوها بايدكم تصير ناعمه مليسة. تماما نسيت اقول لكم اللون اذا تبي تضيفون لون على العجينه قفشه قهوه نسكافيه مذوبه نضيفها على العجينه تعطينا لون هو بس للون والنكهه اذا تبون زياده لون اسمر مؤثرة اي بس ما لا ما ياثر انت تزيد لا تاثر على اللون قصدي تعطي لون جميل اي تعطي لون ونكهه حلوه أيوة. النكهه المميزه اللي يشوفونها ترى نكهه القهوه بس ما حد يدري انها نكهه يعني هذا احد الاسرار الحين اي بالضبط كل ما عينا نرفع ونلمسها لينه نضيف عليها مو لينه نخليها لان هذه ليش اقول لكم لا تحاتون من ناحيه الطحين لانها بالضبط ما فيها الا ملح وماء وخميره وقفشه شكر الحين على ما تنعينا اعيد المقادير على ما ابو سعد ننتقل له المقادير من جلاسين ونص الى ثلاثه طحين المقادير الطحين الاسمر اكثر بمقدار 2 الى 1 يعني اذا 2 طحين اسمر 1 طحين ابيض منهم ناخذ نص كوب نحط وياه شويه قفشه شكر قفشة خميرة ويا الماي ويا نص جلاس ماي نخليه لما يخمر نرد نعينه وبعدين لو خمرت نضيف بس الإضافات الزايدة اللي هي الملح والطحين وقفشة النسكافيه للتلوين والتنويع حسب ما تحبون من النكهات تقدرون تحطون تطلع بالطريقة هذه بسعد على ما ننتقل له نرد مرة ثانية نوريكم شلون صارت اللي هي العجينة هذه اي بالضبط ممتاز الآن الفكرة اللي اليوم عندي إذا بس لو هالكاميرا تشوف
الوضع اللحم قصصه انا بشكل يسمونه شؤف، قطع بالحجم هذا يعني بحجم التكه خلينا نقول. بسوي لكم اياه برياني، برياني تكه يعني من الاكلات اللي يعني متعارف عليها، اللي في ناس وايد يعرفونها وفي ناس ايضا كثيرين ما يعرفونها. التكه هذه بديت فيها انا ببصل وزبده عشان الوقت، لازم اقول لكم بديت فيها بصل وزبده واللحم سيده على طول. لما صار لونه كذي قطيت عليه ماي تقريبا ساعه الا ربع، الى ما حطيت ولا بهار بساعه، فلفل اسود، فلفل اسود. فالحين كاهي تشوفها شكلها استوت، وهذا لحم خروف يعني طلي صغير من جهه الفخذ خذيته. اي هذا من صوب الفخذ. اذا نقدر نشوف كذي لون هذا حلو. الحين لو عندكم تكه جاهزه مثلا راح تطبخونها مسافه نص ساعه بس مو اكثر. بالطريقه هذه زنجبيل انا حطيت، وبعد عشان لا انسى هذا حسب الذوق اذا تشوفون هذه فلفل اللقطه فلفل اثنين، والله اثنين حلوين. لا حلوين حلوين زين. عقب ما نخلص من هالمرحله هذه ويطلع لنا الجريفي اللي تحت هذا الجميل، اكون انا جاهز اخلص الاكله. يعني انا تقريبا مختصر لكم ثلاث ارباع الزمن. اي فالحين بس ابي اجيب الثوم والاغراض هذه. طبعا عندي الثوم ما حطيته لكن الزنجبيل حطيته، راح انزل الثوم نكرمها شويه بالثوم، وبعدين عقب ما تبين ريحه الثوم. انا احلى تعليق يعني انا من كثر ما هني صارت قشمره الملح زايده. ايه ها تعليق يعني بتويتر يقول لي امبراطور الثوم بالشرق الاوسط. يا سلام عليك. تعليق عجبني صراحه. وبعدين راح انزل كاري بودر قد كذي ثلاث قفاش، ما يعادل ثلاث قفاش. كاري البودر مثل ما احنا عارفين خلطه سريه، هي خلطه من ولايه مدراس في الهند متعارف عليها هناك، يعني يمكن كل الناس يشترونها ما قاموا يسوونها في بيوتهم، لان هذا صار مثل ما تقولين متعارف عليه. عشان خلطته عشان معروفه عشان بالياسات النسبه، عشان نطلع الجريفي هذا اللي تحت نعطيها بخه ماي شويه مو وايد، ونطول على الشوله. انا منزل على الشوله من زمان وابدا احرك، راح يطلع لنا كل شيء. زاوده شويه بعد مره، اللي ما يبي يشتري تكه يقدر يقصص اللحم ويبدا فيه كذي. يصير بالشاورما؟ لا الشاورما مقطع صغار صغار. هذه شكلها جميل وايد مع العيش، بعد شوي تشوفونه. بعد هني نشحذ القريب اللي هني نطلعه. والحين الخضره مالتنا راح تصير اللي هي نعناع وكزبره وشبنت. نعناع وكزبره وشبنت يعني على قد ما نشوف انه يغطي اللحم ويعطيه كثافه. لا خلصنا منه هذا، بعد ودي ازيده ماي عشان انزل الجريفي مره ثانيه، لانه خلاص الحميس استوى.